القانون المتوفر بين لدينا نعم بإمكان الإطار أو أي قوة أخرى تشكيل حكومة لطالما استطاعت أن تقدم مرشح إلى مجلس النواب يستطيع أن يحصل على أغلبية الأصوات، وهنا طبعا يقصدون به الأغلبية المطلقة، والدستور لا ينص على ذلك بل ينص على أغلبية المصوتين. طبعا احنا امامنا ليس مسارا دستوريا او قانونيا حقيقي، هو عرف سياسي جرى التوافق عليه منذ البداية، وبالتالي هذا العرف يعني وضع لنفسه بعض الضوابط، وهذه الضوابط لا تتعارض ان يشكل ايا يستطيع ان يجمع حلفاء كافين في داخل مجلس النواب للعمل. فالإطار السياسي منذ البداية كان هدفه الوصول الى السلطة بغض النظر حتى عن نتائج الانتخابات، وهناك فسحة قانونية تسمح له في الذهاب بخطوات متقدمة. هذا يتوقف على السنة والكرد كيف سيتعاطون مع هذا الواقع الذي يضع الشيعة العراق بأكمله أمامه. أمامنا مشروعين، الأول السيد مقتدى الصدر يريد أن يذهب إلى مشروع إصلاح ومشروع تغيير ومشروع بناء سلطة تحاسب بعضها البعض وتراقب بعضها البعض، ولدينا الإطار السياسي الذي ينظر إلى الأمور بطريقة مختلفة ويريد أن يحافظ على الماضي، وبالتالي فهو سوف يحاول أن يجمع أكثر ما يمكن من الأنصار ليمر إلى الحكومة، وهذا ما يضعنا أمام تشنج أو توتر قادم لا نعرف كيف سيكون. ولكن بأية حال من الأحوال الأخطاء التي جرت في العملية السياسية منذ البداية والعزوف عن الدستور والنظام السياسي الذي لا يتطابق مع الدستور ودخول المحكمة الاتحادية وتأييدها لهذا العرف السياسي على حساب الدستور، كله سيأخذنا إلى مزيد من الانسدادات ربما أو الاختلافات التي لا نعلم نتائجها بعد.